يقول السائل: لو أن رجلا احتاج لقرض ربوي لعلاج ابنه، فإما أن يقترض لعلاج ابنه أو يهلك ابنه، فهل يعمل بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟ هذا سيأتينا يا إخوة، ولعل المثال لا يحضرني في ذلك الوقت، ولذلك لا بأس أن أجيب الآن. هذا بارك الله فيكم من باب تزاحم المفاسد، والقاعدة أنه إذا تزاحمت المفاسد فإنه يرتكب الأدنى للأعلى، إذا تزاحمت المفاسد ولا بد منها. فهنا عندنا في المثال عندنا مفسدة الربا، وعندنا مفسدة الموت بالمرض، أيهما أعلى؟ هنا عندنا عدة اعتبارات. الاعتبار الأول: ما درجة الربا في التحريم؟ نجد أن درجة الربا في التحريم عظيمة جدا، وإذا جاء في الحديث: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، وجاء في رواية قواها الشيخ الألباني: أدناها أن يأتي الرجل أمه. فالحرمة شديدة جدا، هذا درهم ربا يأخذه الرجل وهو يعلم. الوجه الثاني: مفسدة الربا هنا إذا أخذها معلومة أو موهومة؟ مفسدة الربا معلومة، إذا أخذ الربا فهذه مفسدة. موت مريضه بسبب هذا المرض معلوم أو محتمل؟ محتمل. كم من شخص قال الأطباء إنه ميؤوس منه فعاش سنين. كان فيه رجل كبير في السن أعرفه، يقول لي: يا سليمان، كثير من الناس دخلوا علي وهم يظنون أنهم سيعزون فيه فعزيت فيه. وأصيب بمرض شديد، يقول: كثير من الناس جاؤوني يعودونه وهم يظنون أنهم سيعزون فيه، لأن الأطباء قالوا: ما له علاج. قال: فماتوا وعزيت أنا فيه. وبالتالي نقول إن المتقرر عند المحققين من أهل العلم أنه لا يجوز أخذ الربا من أجل هذه المسألة، لأن أخذ الربا هنا مفسدة أعظم، ولا يرتكب الأعلى لدفع الأدون. نعم. على أني أقول شيئا يا إخوة يجب أن لا يغيب عن أذهاننا، قاعدة شرعية لا شك فيها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله، ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن اتقيت الله فإن امتنعت عن الحرام وعن أخذ الربا، والله سيجعل الله لك مخرجا وسيرزقك من حيث لا تحتسب، وإن لم يكن فاعلم يقينا أن صبرك خير لك ولمريضك في الدنيا والآخرة، ولو لم يكن ذلك كذلك لفرج الله في الدنيا. فنحن على يقين من قول ربنا سبحانه وتعالى. نعم.